شمية النعورة تربحكم قضية رمضان. النعورة أصل الشمية. وقت اللي نقولوا أصل الشمية نقولوا شمية النعورة، خبرة نتاع 75 عام كبرنا معاها ومع نكهتها البنينة، وتوالى 9 عام على التوالي هي أبروفي سافور دو لاني. هي أول ماركة عملت فيلم دو بروتكسيون لحكة الشمية، حافظ على الفريشور نتاعها، وزيد تلقاو فيها دي ديفيرونت سافور، شوكولا، بيستاش، ناتور، لايت، وإلا حتى أموند. وعلى خاطر انتي سبيسيال، شمية النعورة جاتكم بالجديد، شمية سبيسيال فيها أكثر جلجلان، أكثر بنة والذبذبان في الفم، هيلة للسهرية ولا للسحور واللمة مع الأحباب. سلايم يربحكم كل يوم مع شمية النعورة، وصل شراء بقيمة 200 دينار. سلايم صباح الفل، مرحبا. صباح النور من جديد أمين، تحية ليك، تحية المستمعين في لافنيو مشان حبيب بورقيبة الكل. مازال الربح متواصل مع شمية النعورة، وان بودا شاكي العادة للربح بقيمة 200 دينار. بحذينا عبودة وإلا عبيد، عبيد في بطاقة تعريف وعبودة في الدنيا. صحيح، صباح النور. صباح الورد، شان نهارك زين؟ نهارك طيب. قبيلة كنا نحكيه في الأوف، قلت لي مش نتعمل برنامج تجيب زيت النضوح، كنت تسمع البير زيت النضوح مش زلامين عادة نزل زلامين زيت النضوح. أعرف أنت قدام جامعة ديجا أحلفت قدام جامعة البير، أنا عاود نحلف اليوم قدام المنجيلة. المنجيلة بيه بدوك كان فما ربح اليوم، إن شاء الله تكون سعيد الحظ تربح معايا بول دي شاب قيمة 200 دينار. نهزو زيت النضوح ونمشيو للراديو اليمين، نهزو زيت النضوح. بيه واضح سنين عاد نهار تسنين خاطر باش تقضي بهم 200 دينار. بيه مغروم بشمية النعورة؟ أكيد. فاش تستعملها شمية النعورة؟ والله نستعملها أخوي الأكثرية ديما في فطور الصباح والفطار. أي ترتيب الصباح رمضان تستعملها في السحور. في السحور. بيه السؤال نتاعنا سهل كالعادة، وديما نحكيه ونقوله ونحكيه وشنو ما لي سافور نتاع شمية النعورة. السؤال نتاعنا اليوم سهل برشا، قداش فما من نكهة في شمية النعورة؟ ثلاثة اقتراحات. الاقتراح الأول 2 وإلا 4 وإلا 6. ستة. تعرفهم شنو ما؟ والله نستحضرهم. تراه هي تسميلي، تراه قولي شنو ما الستة. نورمالمون ناتور. لايت. فما لوز. اي. فما شوكولاته. فما شوكولاته. وفما الفستق. فما فستق. والسادسه الجديده بتاع السنه شنو هي؟ نورمالمون هذيك سبيسيال. سبيسيال هي اكثر جلجلان، اكثر بنه. وتذوب في الفم. مبروك عليك يا عبوده يا عبيد، مبروك عليك، ربحت معنا 200 دينار من اهداء شمية النعورة. ان شاء الله رمضانك مبروك من تو. امين خويا، تو نجيب لك نهار اثنين، خاطر اليوم خرجت مزروب جمعه على زيت النضوح، واضح لي عبيد قال يعرف معصره قديمه قريبه هنا، نمشي ونجيبه لك ان شاء الله. ان شاء الله خويا نهار اثنين يا امين نجيبه لك خويا زيت النضوح، ونجيب لك مع الشمية، وكان لازمك يزيدوا يدوز فاسهم شويه دقلك شويه دقلك. والحاجه الباهيه يا امين تعرف وين نهار اثنين؟ في المراح في رادس في حومتك خويا. قاعد تتشهى. مش قاعد تتشهى، قاعد يا سليم معناتها نوسع في بالي. فاهم نوسع في بالي معاك قد ما نجم، معناتها شهوة بالله العظيم قلت لك، معناتها راك طولت راك طولت راك طولت، معناتها مش حاجة صعيبة برشا. اي يا مراوي مين اللي يصبر ينال، راه معناها مش تجيب لك زيت نضوحك، تجيب لك زيت نضوح على بزو، معناها باش تنجم الصباح معاك شوية طابونة وتتبنن البنة هذيك مع شمية النعورة، وإذا بيك تجرب السبيسيال باش خاطر مع زيت نضوح والسبيسيال تذوب في الفم وصاحب الشفيخ ويمين. أون أتوندون نجيب لك. باه برا ذوب أون أتوندون تجيب لي حتى أنت. نتقابلوا 8 في سبور إكسبريس. شمية النعورة تربحكم قضية رمضان. النعورة أصل الشمية.